So who we got on the pod today? No idea, bro. Honest. What do you mean no idea? You didn't read the... Marvin, the hell is this? Drogba and Hazard? No. I've got first pick, bro. The what? Hello? Bro, Drogba or Hazard? That's mad. And I have to pick only one of them. So what are you thinking? Drogba up top and then Hazard on the wing. What was that, the header? That's from Hazard, yeah. I think I know who I want, you know. Take your time. Nah, bro, I think I do. I've already pictured it. What have you pictured? Me, you, Eden. You step off to Eden Hazard. Eden runs on the wing, crosses it, boom, header. It happened, obviously, but have you called? If. آه صاحبك صار معاي انا ايه صاحبك راح يكون لابس تيشيرتي راح يكون بيكون يدي اليمنى بالفريق تتشمت فيني ها لك الاختيار الاول ها خذيت صاحبك صاحبك ما راح يرجع لك بالبرنامج راح تتعاركون مع بعض راح تفقدوا خلاص صداقتكم كلها راح تروح نو مان we've been split up bro it's dead اي داود انت تدري انا مع منو انت ليش داق علي الحين انا مع تشانكس بالمباراه اللي راح تصير بقطر اقول لك شنو سويت فيه اخذ اختيار الاول اخذ هازارد على باله انه سبقني ويقدر علي انا شنو سويت لما جاني الاختيار شريت منو شريت صاحبه بخشم الدينار خذيت صاحبه اي دمرت علاقتهم بعض خلصت شنو فيه خلصت بقول لك شغله حبيبي ترى شانكس قبل شوي كان متصل فيني انا اخوك اسمع اذا انا اخوك مو من اولوياتك فانا اولويات غيرك اشوفك بقطر حسن لاني راح اكون بتيم شانكس ومدربنا راح يكون ارسن فينجر اشوفك بقطر